السعادة على كل مشاهدين ومتابعين برنامجنا يحكى أن على شاشة القناة الأولى. أنا جمانة ماهر وهكون مع حضراتكم في تغطية مستمرة لفعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55، لقاءات وفقرات متنوعة أتمنى أنها تنال إعجاب حضراتكم. وزي ما احنا شايفين كده معاكم في إقبال كبير جدا من الجمهور أنه يجي هذا المعرض، وحريص حرص كبير جدا انه يكون موجود ويجي يتابع الاصدارات والكتب اللي موجوده ويقابل كتابه المفضلين. حتى الاسر المصريه الحقيقه واولياء الامور حريصين حرص كبير جدا ان اولادهم يجوا ويتعودوا على القرايه من صغرهم بشكل كبير قوي. احنا هنكون مع حضراتكم على مدار ايام المعرض بدورته ال 55، استنونا.